بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ضربته من الأمثلة السابقة ومن لصوص الوقت يدخل فيه أشياء كثيرة ذكرنا بعضها عرضا، ككثرة الخروج وكثرة الانتقال وكثرة المخالطة وكثرت. لا أقول اقطع أرحامك ولا أقول كذا ولا كذا، لا، تكون وصولا واتصل بهم بأقاربك واتصل بأصدقائك واتصل في أوقات محددة. أما الوالدان ف يعني إن اضطرتك الظروف إلى أن تبتعد عنهم لأي سبب قهري فليكن اتصالك بهم يومياً واطمئنانك عليهم في اليوم مرتين وثلاثة. هؤلاء لهم حق عظيم جداً، أعظم الحقوق بعد الله عز وجل. أضرب مثالاً جميلاً للوقت والتفرغ. التفرغ الجزئي إن لم يستطع التفرغ الكلي نتائجه عظيمة جدا. أحد طلابي كان يقرأ عليه العشر وأنا اشترطت عليه العشر الكبرى، أنا اشترطت عليهم العشر الكبرى والصغرى، كان العشر الصغرى لابد من مثلا نسمع الشاطبية والدرة كاملة، الشاطبية أكثر أقصى شيء في ثلاث مجالس والدرة في مجلس واحد والطيبة في ثلاث مجالس على الأكثر أو مجلسين لها وللشاطبين. في النهاية هم يسمعونها مجزأة، يعني يكون مثلا إذا كان هو في البقرة يكون لازم يكون مسمع البقرة وآل عمران من قبل، إذا كان مثلا في سورة مثلا التوبة يكون مسمع التوبة ويونس وهود مثلا، يكون دائما متقدم. لكن الأجزاء هذه كيف تجتمع وكيف تجتمع في الرأس؟ فأنا أشترط قبل الإجازة أن يسمع لي المتن مثلا طيبة الناشر كاملا في مجلسين أو ثلاثة، وكذلك الشاطبين والدرة في مجلس. كان صاحبنا هذا يعني جد مشغول، وأنا أعرف انشغالاته، يعني كلها في خدمة القرآن، أسأل الله أن يجزيه خير الجزاء. فاقترحت عليه، قلت له يا حبيبي يا ولدي يا صديقي، أنت لن تنجز إلا بتفرغ كامل من جميع أشغالك لمدة أسبوعين. اقترحت عليه خطة، قلت له إذا يعني أنت خذ من أعمالك كلها إجازة أسبوعين تفرغ كامل ولا تخبر زوجتك. هو كان قبل كورونا معه مفتاح مسجد يدرس فيه، قلت له اذهب إلى هذا المسجد، المسجد فاضي، فطر الصباح كأنك ذهب إلى الدوام، واذهب وراجع واحفظ، وأيضا في المساء عندك دوام مساء، اذهب كأنك ذهب، أنت لن تقول لهم ذهب إلى الدوام ولا تقول إيه ذهب إلى شيء معروف، وتستمر على هذا أسبوعين ومع إغلاق الهاتف، إغلاق النت تماما، وتخبر أهلك أن الفترة هذه يعني أنت مشغول جدا، والاتصال في الضرورة اتصال مباشر وليس على النت. سبحان الله، في خلال أسبوعين أنجز ما لم ينجزه في سنوات، أنجز ما لم ينجزه في سنوات، في سنوات، أسبوعين فقط، لكنه تفرغ. فالتفرغ وتفريغ الوقت مع الجدية والحرص والانضباط والصبر والمصابرة والمجاهدة يحقق نتائج عظيمة جدا. ومع تجربة أخرى في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك.